الباب 102. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصل فليدع فليدع، ومعنى فليطعم فليأكل.